مرحبا وتحية طيبة لكل المشاهدين ولا أطيب يوميا معكم. دايما أطباقنا لذيذة شهية سريعة ومميزة. اليوم رح بيكون في عنا طبق من المعكرونة. المعكرونة مش العادية، معكرونة مميزة، وأنا منصح اليوم ستة البيوت يروحوا على الماركت يسألوا عنا ويجربوها، لأنه فعلا حتكون زينة الطاولة بطريقة مميزة جدا، وبنكهة رح تكون مع الكالمار والسيفود. بدنا نشوف المكونات ونعود معكم. مكونات معكرونة السوداء مع الكالمار: 250 جرام معكرونة سوداء، ربع كيلو كالمار، بصل عدد واحد، حص ثوم عدد ثلاثة، مكعب مرقة الدجاج ماجي بالأعشاب الطبيعية، ربع باقة بقدونس، توست باندومي عدد اثنين، نصف لتر بندورة مطحونة، نصف كوب زيت زيتون، ربع باقة كزبرة خضراء، حبق أخضر رشة، أوريغانو رشة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن مشاهدينا اكيد اليوم المعكرونة السوداء للي موجود عنا اليوم، شوفوا من شو هاللون الحلو، لون مميز جدا، واكيد معمورة من حبر الصبيدج. يعني اليوم بنروح على السوبر ماركت، بنروح على الماركت او المحلات للي بتبيع قصص مميزة، بنسأل عن المعكرونة السوداء او بحبر الصبيدج للي بيعطي هاللون الاسود والطعم، ومغذي جدا لجسم الانسان، وكمان حتكون شيء مميز لان تعودنا نحن على المكرونه العاديه، فشيء حلو كثير واحد يعني يتميز هيك بشيء طبق مميز. نحن هون جهزنا المي السخنه، واكيد بدنا نضيف المعكرونه. هون سلق تقريبا من 6 ل 8 دقائق مثل المعكرونه العاديه، دائما بنوزعها يمين وشمال. فينا نحط رشه ملح، وفينا كمان حط شوية زيت بالماي ما بيأثر. هون لاحظنا دايما هالسلقة بهالطريقة، ليش عم نعمل هيك للمعكرونة؟ لحتى ما تلزق على بعضها، وسقطناها بالماي المغلية دايما، طريقة سهلة كتير لحتى نسلقها للمعكرونة. هون إذا بدنا نضيف نحن شوية ملح مش غلط، وكمان البصل، لأنه نحن اليوم بدنا نعمل مرقة طيبة أو صلصة. بدي بصل، بصل دايما تكون البصلة ناعمة، نفرم فرم ناعم، وأكيد كمان شوية ثوم. وهون أنا بدي أعتز ثوم للصلصة وثوم للباستا. هون لكن نحن عم نفرم شوية ثوم وفرم ناعم. عندنا هون طنجرة، رح ضيف شوية زيت زيتون. دايما صلصة البندورة بحاجة لزيت زيتون، قليل من زيت زيتون، وما تخلوا الزيت يحمى. ليش؟ لحتى ما يبلش يعمل للجسم مضادات، ودخنة كمان، هيك نضلنا محافظين على صحة زيت الزيتون بالطبخ. أنا هون رح أضيف البصل والثوم. هون نحن نتأكد دايما إنه الباستا عم تنسلق. لاحظنا هون الباستا كيف عم تنسلق بهالطريقة. شوفوا هالباستا اللون
طبعا الطعمه بيكون هيك طعمتها بتحسوها مميزه نسبه لحبر الصبيدج، وقت بناكله بنحس شوي بطعم الثمار البحريه وبنحس هيك بطعمه مميزه وشكلها كثير حلو على المائده. اذا كان عندنا عزيمه وتميزنا بهالسباجيتي السوداء بنحس انه في شيء مميز عن غيرنا، فركزوها، ركزوا على هالطبق وجربوها وحتكونوا مبسوطين. هون نحن اكيد انا بحاجه للبندوره، البندوره للي طحناها او فينا نجيبها مطحونه خالصه. هون لكن نحن لاحظنا البصل والثوم، مندبن البصل والثوم مزبوط حتى يصيروا اللون اشقر، وهي البندوره مطحونه هون. ونحن كمان بهالوقت عندنا الكالمار، بما انه اليوم الكالمار مع السي فود او الاكل الطيب اللي الباستا اليوم السوداء اللي معمول من حبر الصبيدج، نحن حبينا نقدم معه كمان الكالمار. الكالمار اللي هو من اطيب انواع الثمار البحريه، ونحن جبنه منظف خالص، في منه بالسوبر ماركت، في منه طازه، في منه مجلد، انتم حسب ما تتوفر وتلاقوا. طبعا غيرنا لوحه التقطيع الى الازرق، وهون نحن عندنا الكالمار. انا هون لحمل لي علملتين، دائما الثمار البحريه لازم نعطيها حقها بالملح والفلفل او البهارات. هون عندنا الفلفل الاسود، يا سلام، كمان نملح مزبوط. لاحظنا هون كيف الملح والفلفل، وهون نحن اكيد المقلات، المقلات اللي شفناها بهالشكل اللي بده يشوي ويحافظ على شكل الكادرياج، يعني نحن بنشوي دائما على الجريل. جيبوا هالمقليه بتكون هيك مضلعه بهالشكل، واكيد بنحميه على النار وبنحصل على شكل كثير جميل للشوي. هون نحن من بعد ما ملحنا وبهرنا الكالمار، واللي ما عنده بيستعمل مقليه عاديه مش غلط، كمان فينا نحط بقلب الكالمار حتى تعطينا طعمه طيبه. كثير مهم نملح ونبهر السمك او اي نوع من السي فود يكون الملح والبهار تبعه مزبوط. هون نحن المقلات حامية، طبعا فينا نزيد شوية زيت لأنه مبدئيا الزيت هلا بعد شوي بنضيف لها شوية زيت نباتي. هون بنجيب قليل من الزيت النباتي هيك حتى ما تدخن كثير بالبيت، ومن ثم البصل والثوم هون اللي عم ندبله على النار. نحن كمان رح نبلش نجهز مواد وطيبة للصلصة. عندنا الحبق الأخضر، و البقدونس كمان نتر صغيرة، المفروم كمان ناعم. هذه كلها إضافات رح نضيفها بقلب صلصة البندورة حتى تعطينا نكهة طيبة. لكن الحبق والبقدونس هون رح ضيف أنا هون بهالوقت البندورة المطحونة، فينا نجيبها خالصة. أكيد دبلنا البصل والثوم بزيت الزيتون، وأنا هون رح ضيف هالمطيبات، وما ننسى ملح حسب الرغبة وفلفل حسب الرغبة. هون كمان المعكرونة بعدها بتسلق تقريبا بدها حوالي 3-4 دقائق بعد. لاحظنا كيف صارت الباستا،
واكيد الكلمات هون كمان مع الملف الثاني. يا سلام بلش تطلع الريحه. معكرونه بالنار، الصلصه عم تجهز، واكيد رح بيكون في اضافات على الطبق المميز، ولكن رح نتعرف عليها من بعد الفاصل. انطرونا. وعودة من بعد الفاصل مشاهدينا، واكيد الباستا صار جاهزة، رح فرجيكم عليها. شوفوا هالباستا الحلوة الطيبة، اكيد رح تجربوها وتدوقوها وتنبسطوا فيها. انا هون لحظة فيها. اوكي. فوالا. واكيد طريقة سكبها رح يكون كثير هين. لاحظنا هون كل شيء سهل وسريع. لاحظنا هون كيف هالسباجيتي السوداء للي طعمتها طيبه، واكيد رح يكون شيء مميز. ودائما المعكرونه بذكركم انه وقت مسلقها ما تبردوها تحت الماء، حطوا لها شويه زيت في حال ما بدكم تاكلوها دغري، او في حال ما ناكلها دغري بنصفيها وبنسكب فوق منها الصلصه لحتى ما نفقد من القيمه الغذائيه وما نفقد من طعمتها. كثير مهم انه ما تتبرد الباستا تحت الماء لساعه، الا اذا كان عندنا جات سلاد سلطة باستا ومنا نعمل شيء بسرعة، ممكن نبردها بشوية مي على السريع. فهيدي بس للسلطة، بس مبدئيا للاشياء. كل شيء صوصات سخنة ممنوع ما نعم بردها. الكالمار صار عندنا جاهز، وانا هون ذكرت انه بقلب صحن الباستا في عندنا التوست. التوست اللي نحن جبناه بنقص له اطرافه، بنقصه الى مربعات بهالطريقة لحتى نعطي قرقشة طيبة مع المعكرونة، وبنحمصها بالفرن لحتى تشقر. لكن التوست بهالطريقة بنقص اطرافه وبنقطعه الى مربعات، ومن ثم بنحمصهم. وكمان ضيفتنا بهالحلقة، ضيفتنا طبعا صديقة كل بيت، ماجي. ماجي اللي هي طبعا مرقة الدجاج بالاعشاب الطبيعية. اليوم بنشوف هالعلبة موجودة بالماركت، بالمحلات، بكل السوبر ماركت. دايما فيها 6 مكعبات طبعا حلال 100%، واجود انواع المكونات المختاره بالاسواق. في عندنا طبعا اذا بنشوف بهالمركز الدجاج بالاعشاب الطبيعيه فيها بصل، كركم، بقدونس، فلفل، هيل، ثوم، وقرفه. بوكي يعني مليئه بالطعم الطيبه. واكيد بدي اخبركم شغله، نحن وصغار، انا وصغير كنت تروح عند ستي ويكون اكل كثير طيب. كبرنا واكيد الله يرحمها ستي توفيت، وبعدين تذكرت انه اكلك لكن طيب كانت تستعمل ماجي بالمخفي. فنحن بنقول لكم انه ماجي هي الطعم الاطيب من ايام ستوتنا لحديث اليوم، وبتعطي وتحديدا مرقه دجاج بالاعشاب الطبيعيه. ما في خبركم هالمرقه دجاج بالاعشاب الطبيعيه الماجي الجديده قديش طيبه، وخاصه طعمتها مميز جدا. هون نحن اكيد انا بدي اضيف، بما انه هالفتحه السهله اذا ملاحظنا هون فيها فتحه كثير سهله صرنا معموله بطريقه رفيعه تدوب معنا اسرع، انا هون رح اضيفها شوي. مع انا بدي ذوبها طبعا مع الصلصه، فينا نذوبها بالمي، فينا نضيفها على صلصه سخنه. هون رح اضيف انا شويه مي، واكيد حتى قد ما بدنا فينا نعطي الكمية، حسب الكمية عندنا فينا نستعمل. و بس تطلع الريحة الحلوة الطيبة المميزة. هون نحن بطبق الكالمار مشاهدينا في عندنا البقدونس. البقدونس من ورقه بهالطريقة، بهذا من ورقه توريق، وأكيد بنقليه نحن بالزيت المقلي وبنحصل على بقدونس مقرقش. يعني اليوم مع هالطبق نحن نستعمله رح تشوفوا كيف الطريقة الحلوة. هيدا جات السكب. نحن هون عنا الباستا السوداء أو بحبر الصبيديج. يا سلام. طبعا المكعبات الجديدة بدها طبق جديد، وهون طبعا المكعب للي عطى نكهة
بدي اسكيبر طبعا، صوصة الطماطم، وأكيد يعني هون نحن الكالمار، الكالمار الحضيف، وكمان المشوي على الوجه، ومن ثم عندنا التوست او اللي حمصناه معه، وهون البقدونس للعلانية بالزيت بيعطي قرشة طيبة كتير، ومن ثم رشة فلفل عالداير، وفينا نحن نزين كمان بعرق بقدونس، دايما اللي بتعطي حياة لصحن الطبق الأساسي. وأكيد هذا الطبق صار جاهز مميز وطيب وريحته غير شكل مميزة، مرد دجاج ماجي طبعا بالعشاب الطبيعي من ماجي. خلينا نشوف طبق تاني كمان شو مألف ونعود معكم. مكونات: شيش طاووق، صدر دجاج عدد 2، ملعقة عصير حامض عدد 2، ملعقة رب البندورة، حص ثوم مبروش عدد 3، مكعب مرقة الدجاج ماشي بالأعشاب الطبيعية عدد 2، ملعقة زيت زيتون، حبة فليفلة حلوة خضراء عدد 1، وملعقة لبن عدد 1. أكيد مشاهدينا نحن زيت الزيتون دائما نستعمله بعدة نكهات، واليوم نحن أكيد رح نستعمل الدجاج حتى ناخذ مرقة طيبة، وأكيد طبعا يكون عندنا نكهة والفضل لمرقة دجاج ماجي بالأعشاب الطبيعية. أنا هون عندنا لبن رائب أو لبن عادي، طريقة كتير حلوة ومميزة. هون نحن نضيف ملعقة من اللبن، وأكيد بدي استعمل كمان مرقة الدجاج ماجي بالأعشاب الطبيعية. يعني اليوم فعلا ولا أسهل من فتح المكعب، وصار أرق، صار فينا نفرط دغري، وأكيد رح يكون طعم مميز جدا، وست البيت رح تتباهى بحالها ويكون عندها أطيب لقمة. هون لاحظنا المكعب من مرقة الدجاج ماجي بالأعشاب الطبيعية. هون عندنا زيت زيتون، كمان فينا نستعمل شريط الخفق، هون ملعقة رب البندورة، وكمان عندنا ثوم، حص الثوم فينا نبرشه برش، وكمان فينا ندقه قد ما فينا حتى يطلع ناعم بهالطريقة. هون الثوم بهالطريقة بواسطة السكين، بواسطة المبرشة، هون نضيف المزيج، بنحركهم تحريك تاخذوا بعضهم البعض، نزيد شوية زيت زيتون، كمان فينا نحط عصير الحامض، هون لكن مثل ما شفتوا مشاهدينا بتذكركم انه نحن اليوم ما ضفنا لا ملح ولا فلفل ولا بهارات نسبة لمرقة الدجاج ماجي بالأعشاب الطبيعية، فيها البصل والفلفل والكركم والهيل والقرفة، يعني مجموعة كبيرة من الطيبات اللي بتعطيها طعمة طيبة لأي طبق نستعمله. بدي أخبركم
وكمان بدي اقول لكم انه هي في ملح، طبعا ملح اللي بيحافظ على البريزرفاتيف او الحمايه. ما في لزوم، ما في لزوم تزيدوا ملح. رشيت ملح نتفه صغيره حسب الرغبه، وفينا نكتفي بالملح الموجود بمكعب ماجي ماركه دجاج بالعشب الطبيعي. هون لكينا احنا هون لاحظنا كيف هون بهالطريقه. انا هون صدر الدجاج واكيد بدنا عندنا صدر الدجاج ننقعهم، هيدي الفيلي تبع صدر طبعا. بنقطع الدجاج الى قطع متساويه حتى نستعملها للباربيكيو. بهالشكل لاحظنا كيف النقعة خفيفة سريعة وأكيدة ماجي رح تعطيها الطعمة المطلوبة. وهون نحن شفنا الصلصة كيف بقلبها كيف نقعت تقريبا حوالي نقعة من الساعة لثلاث ساعات لعشر ساعات ما بيأثر، حطيناها قبل بنهار بالبراد وصعملناها للشوي تاني نهار، حتكون كمان طعمتها مميز جدا. حركناها مزبوط وكمان نحن بهالوقت خليتها تقع مزبوط. رح روح لفاصل ونعود معكم. وعودة من بعد الفاصل مشاهدينا، واكيد اليوم اطباق شهية ولذيذة دايما من ولا اطيب. نحن نعانا النقع واكيد الفضل لمرقة الدجاج ماجي بالعشاب الطبيعية، فعلا ما في خبركم قديش إلى مذاق طعمة رائعة جدا موجودة بالاسواق وبسعر مميز جدا. ونحن اكيد النقع اللي اعطيناكم اياها كمان حطينا لها فليفله، فيكم تحطوا فليفله ملونه، فليفله خضراء، فيكم تنقعوها مع الدجاج وفيكم تحطوها برات النقع. هون انا جهزت الجريل المقلات السريع وشكيناه طبعا بواسطه اخشاب. كثير حلو هيك نهار فرصه قاعدين بالبيت عازمين اصحابنا، عازمين المدام، عازمين الخطيبه، عازمين الحبيبه، فنطعميها شيء طيب. فنقع سريعه مثل ما بيقولوا بالانجلش 1 2 3 وبصير في عندنا هالمذاق الرائع نشويهم ونتلذذ بمذاق رائع. بلا ما نتعزى بنروح ونجي، واكيد البيت وقت نكون احنا موجودين بالبيت نحضر الاشياء الطيبه بتكون فعلا مميزه. وهون نحن طبعا اذا عزمنا للمدام وقلنا لها شيء طيب واكيد بدها تقول واو شو هذا شيء طيب، بكون عم غشها لو نحن شو استعملنا مرقة الدجاج ماجي تعطينا النكهه الطيبه. فاستعملوها طبعا بالعشاب الطبيعيه اللي بتعطينا النكهه والمذاق الرائع جدا. هون نحن جهزنا الحامض للديكور، فينا نزين بالفطر بالذره اللي بدنا اياه. وهون نحن حابين هلا نزين هالطبق الطوق، واليوم مثل ما بنعرف نحن الكبير والصغير وكل العالم بتحب الدجاج الطوق اذا كان منقوع بنقعه مميزه جدا. فكيف اذا كان منقوع بمرقه الدجاج ماجي بالاعشاب الطبيعيه؟ طبعا هون نحن رح نضيف البقدونس حتى نزين الحامض والطوق. هون نحن للي عم نشوي بلشت الريحه الحلوه تطلع، واكيد لاحظوا كيف هون الطوق كيف عم ياخذ لون نسبة طبعا للنعت نقعة مميزة. والخضرة الفليفلة اللي عم تشوفها واكيد فينا نعملها على الفحم على الجريل الكهربائي وحتى كمان بواسطة المقلاة، حتى كمان فينا نفوتها بقلب الفرن، بنحمي الفرن على درجة 180 درجة وبنفوتها على بصانية، بس طبعا مع التقليب المستمر الوقت ممكن من 8 ل 12 دقيقة حسب حجم الدجاج. هون نحن عم نشويها. هون اطباق شهيه واكيد الطوق وقت بنعطيه باربيكيو لازم نعطيهم لون حلو مميز.
دائما المشوي لازم هيك يعطي هاللدعة الطيبة حتى تعطيها طعمة ونكهة ومذاق رائع. هون لاحظنا كيف الفليفلة، فينا نزيد مثل ما قلت لكم، فينا نزيد فطر، فينا نزيد من الذرة الصفراء الطازجة أو المعلبة مثل ما بدكم. فينا نقدم معه كمان سلطة الكولسلو أو الملفوف مع المايونيز والجزر هالشي، وفينا كمان عصير له حامضة، فينا نقدم معه بطاطا مشوية، بطاطا مقلية، بطاطا حرة، أفكار كتير عديدة حتى نتناول مع هالطبق المميز من الطبوق. هون صار عنا شكله ما في أخبركم، هيك خز واحد يكون جوعان يجي هالطبق شهي يشيل هاللحمة ويتناولها ويحس حاله بفرحة كتير كبيرة، وهي واحد دائما بس يكون جوعان الفرحة ما بتزيد مرتين وثلاثة أكثر. هون نحن رح نضيف الشيش طاووق. يلا أنا بطلب منكم تروحوا تجيبوا مكعب ماجي بالأعشاب الطبيعية وطبقوا هالوصفة المميزة تتلززوا. وفعلا اليوم أطباقنا كانت مميزة مشاهدينا، بدنا نقول لكم دائما ألف صحتين، وأكيد بكرة كمان أطباق لذيذة شهية مميزة. انطرونا وإلى اللقاء.